25 يناير اللي سقط نظام حسني مبارك. يوم 11 فبراير ما سقطش نظام حسني مبارك، سقط رمز النظام حسني مبارك، لكن نظامه ظل مستمر. وبعد 3 سنين من خداع ومسلسلات بيسموها محاكمات، وبعد ما اطمنوا ان هم ثبتوا اركان دوله مبارك بعد ما كنا هزيناها 25 يناير، طلعوا اكبر رمز لدوله مبارك وهو مبارك شخصيا. بلدي كده بيطلعوا لنا لسانهم وبيقولوا لنا انه رمز النظام ورمز الدوله اللي احنا اسقطناها بثوره راجع لكم، يعني دوله مبارك راجعه، لان ما كانتش رجعت فعلا. فاحنا نازلين النهارده نرفض خروج مبارك ونرفض تبرئته من جرائم شاهد عليها العالم كله.